زين. فيعني هو كان اكو طلبات محدده وقلنا له يابا احنا جاهزين ان شاء الله، وقال وعدنا خير. والمشكله انه بوقتها هو كان المفروض المحافظ هو راد يتصل بالساهر يعني مباشره، يعني حديث لحديث شخص لشخص، ما صارت الفرصه. لكن موعدونا خير، لكن للاسف اذا تلاحظين يعني احنا عمليه عدم وجوده، وخبرونا انه ما راح يقدر يحضر بالساعه الاخيره، بالضبط بالساعه الاخيره قبل الافتتاح. الخلاف مالي كان دكتور حيدر؟ لا والله المال مو مشكله، نقدر نوفره بكل الاحوال، لكن بصراحه احنا كنا نريد انه كاظم الساهر يعني ارضاء لجماهيرنا، يعني اذا تلاحظين هجمه علينا انه لا تتعاملون بهالطريقه وليش هيك، لا بالحقيقه احنا يعني احنا نريد نقدم افضل ونريد نرسم البسمه لجماهيرنا، يعني لكن للاسف هو سيد يعني كاظم الساهر انه كان هو يبدو انه مشغول، فاتصل بسيد المحافظ قبل ساعه بالضبط قال له والله ما يقدر يجي، عنده يعني التزامات.